مرحبا. أشارت توقعات المنظمات العالمية أنه بحلول العام 2050 رح تفوق كميات البلاستيك أعداد الأسماك الموجودة بالبحار، وأعلن العلماء أنه 700 نوع من المخلوقات الحيوانية رح تتأثر سلباً بمادة البلاستيك واللي هي مصدر للكثير من الأمراض اللي بتأذي الإنسان. بالعودة لطقسنا صيفي حار ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة بفترة النهار مع خطيطة قوية على الجبال خلال الليل عم تأدي لتساقط أمطار خفيفة بعدة مناطق، الرطوبة عالية على الساحل البحر المتوسط الموج وحرارة مياهه 29 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وخطيطة على الجبال بتتحول إلى رذاذ خلال الليل مع برودة لافتة على المرتفعات خاصة بالمناطق اللي بتعلى عن 1000 متر. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 692 مليمتر، السنة الماضية 619 والمعدل العام السنوي 825. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 27، على المرتفعات 22، بالبقى 15 والأرز 13 درجة. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بيات 30 درجة والتل 33، الأرز 24، العقورة 26 درجة، 33 ببعلبك، برمانة 30، بيروت 33، بيت الدين 28، وصيدا 33 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح المي 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الأحد بتتراوح بين 27 و33 درجة، التنين والثلاثة بين 26 و32. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد بين 29 و44 درجة، تونس بين 23 و34، وروما بين 22 و33 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.